جزاكم الله خيرا، لدي ذهب ألبسه وزوجي لا يستطيع أن يزكيه، هل تجب علي زكاته علما بأنه لا دخل لي ولست موظفة؟ الذهب الذي يلبس فيه خلاف، هل تجب فيه الزكاة نعم. أو لا تجب؟ على قولين، الجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه من المستعملات والحوائج التي تحتاجها المرأة، وليس هو من الأموال النامية، فهو كالملابس والمراكب والمساكن والدواب المستعملة وكل ما هو للاستعمال وليس للتجارة ولا للنماء لا زكاة فيه، ومنه الحلي. هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب البعض إلى وجوب الزكاة فيه لأنه ذهب أو فضة، والله جل وعلا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يخرجون زكاتها، بشرهم بعذاب أليم. ولأدلة وردت في الحلي خاصة يراها هؤلاء أنها صحيحة وصريحة في وجوب الزكاة فيه. فعلى كل حال، إذا كانت المرأة تستطيع أن تزكي حليها فإنها تزكيه خروجا من الخلاف وبراءة للذمة. نعم.